في جهاد واقف في الوقفه في التفكير. حتى محمد هاني النهارده مش عارف يواكب بين الدفاع والهجوم للحاله اللي هم فيها، ابتدى يعمل اللونج باص، عايز يعمل ثغره. والحقيقه الفرقه بتاعه المريخ فرقه مش وحشه، كويس عندهم كوره، عندهم ثقه، عايزين يلعبوا، بس مش الفرقه اللي تخليك الفرقه تكسبك يعني. مش الفرقه اللي انت تخليك معاك 2-2 ولا اللي تجيب فيه جولين. مش الفرقه اللي تكسبك يعني. جود لك، جود لك في الجولين اللي جابوه. ده اجهاد بتاعك انت، ونتيجه اخطاء برضه مننا. انت مش قادر تغطي الكوره، انت بتقلش الكوره في حاله غير طبيعيه. المفاجاه بتاعت محمد الشناوي وهو بيتشاط عليه الكوره، هو مش مصدق ان الراجل ده وصل هنا وبيسدد بالطريقه دي. اصلا فرقه المريخ مش مصدقه كابتن حصل ده. احنا فعلا لعبتنا مجهده، ولجنه صالات اتحاد الكره عامله لنا ماتش بعد بكره مع بيراميدز. لا ما ينفعش. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه والله بتكلم جد. صعب، صعب جدا يعني. تلعب النهارده وعندك بعد بكره ماتش مع بيراميدز، وتروح بعديها بيومين تلعب يوم الماتش يوم الاثنين اعتقد، او يوم الثلاث، يوم الثلاث، وتمشي ثاني يوم تلعب بعديها بيومين. انت عارف يا بلال، صعب البلال لو التغييرات اللي حصلت دي حصل فيها طفره. انا كنت قلت لك لا في لعيبه تعبانه وفي لعيبه، لا ده اللعيبه كلها مجهده. صحيح اللعيبه دي كلها لازم تتهوى ومساجات بقى، خدت بالك؟ ما فيش تمرين حتى، واستحاله يقدروا يلعبوا ماتش كمان كان يومين. كمان يومين عندنا البيراميدز. لا ماتش صعب طبعا. لا وعندك صعب، لا فاينل الاول والثاني، الاهلي الاول بيراميدز الثاني. انت عايز تلعب بفرقه ثانيه؟ لا وعندك فرقه ثانيه. انت رايح تسافر بعديها ثاني يوم، مسافر بعديها بيوم، مسافر بعديها بيوم على طول عشان تلعب. واحنا مسافرين طنطا، ده احنا مسافرين جنوب افريقيا. تلعب يوم السبت اللي جاي يعني، انت تلعب الثلاث، سافر الاربع، تريح الخميس والجمعه تتمرن، تلعب سبت وترجع تاني عشان تلعب. انت بتسافر 12 ساعه جنوب افريقيا. طبعا اعتقد ان الكلام في النقطه دي، واكيد هيبقى في اكيد ايه ده، بس مفيش من غير ما يتكلموا فيها. القرارات اللي طلعتها كابتن ايمن ان بيقول لك احنا يعني احنا اوريدي حاكمين يعني، عاملين كنترول لان مفيش وقت للماتشات. ما هو برضو انت الاهلي ده المفترض ان دي فرقه بتلعب في بطوله افريقيا، المفترض الطبيعي جدا بيتاجل لها ماتشات زي ما تشيلسي تاجل له ماتشات في كاس العالم. لما راح لعب في كاس العالم اي فرقه في العالم، لما انت بتلعب باسم اي فرقه في العالم كده، انت بتلعب باسم مين؟ بتلعب باسم مصر. لا لا لا، ومصر لسه يوم 25، انت بتخلص على اللعيبه ليه طيب؟ يا كابتن شريف، ده شكلي خلص على اللعيبه. اي فرقه في العالم لما بيبقى فيه ماتشات يعني مش متناسقه مع بعضها بيتاجل ماتشات الدوري. طبعا ما بتتاجلش الماتشات الماتشات الدوليه، بتاجل الماتشات المحليه. طبعا يعني مش هياجلك الدوري، ياجلك تلعب المحلي. الطبيعي انك بتاجل المحلي وتلعب مباراه دوليه. انت كده خد بالك، انت كده يعني عندك مشكله كبيره لمنتخب مصر كمان، مش للنادي الاهلي بس، لمنتخب مصر. الاهلي عنده مشكله فيه. ثم ومن ثم منتخب يعني. انت اللعيبه ده لما تلعب بالشكل ده وتروح ليوم 20، عارف ده هلكانين، هتلعب مباراه خلصانين، هتلعب مباراه السنغال بالشكل ده. خلينا بقى، خلينا اقول لك انت عايز اسبوعين راحه قبل السنغال. خلينا اقول لك على حاجه يا بلال للعيبه ولينا احنا واحنا بنتفرج، رغم اللي احنا فيه ده كله النهارده، انك حاسس وانت بتتفرج انك انت بابسط الاشياء وبابسط الامور والتنفيذ باقل مجهود، باقل مجهود كسبت الماتش من 1-2. سهل جدا يتعمل كل شويه، من تحرك صغير يتعمل كل شويه. ايوه فما فيش مشكله عندك انت في انك تحرز نتيجه اذا كان جوه او بره. المشكله دلوقتي واضحه تماما ان لعيبه الاهلي كلهم باللي قاعدين بره، باللي ما لعبوش، باللي بيلعبوا مجهدين. ايوه اوت بره، بره خالص التفكير انك انت تلعب ماتش، وماتش رسمي ولا ماتش حبي حتى.